أما بعد إخوة الإسلام، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، فإنه وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإسلام، نقف بحول الله وقوته ومنه وكرمه في هذه الجمعة المباركة مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مذكرا نفسي وإياكم، عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد ومن المسائل الشيء الكثير، ولكننا لضيق المقام لا نستطيع أن نأتي بها كلها، لذلك نقف وقفات مع بعض منها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. أول من فوائد هذا الحديث أنه فيه دعائم الإسلام، دعائم الإسلام الذي بني عليها وبها يكون الإنسان مسلما، الإسلام الحقيقي. أما بقية الأركان فإذا فقد منها شيء نقص من إسلام العبد بقدر ما ترك منها، والدعائم هي التي يقوم عليها البنيان، فالبنيان لا يقوم على دعائم، والدعائم هي التي تحمل البنيان ثقلا كان أو خفا، فكلما كان القواعد متينة والعمود قوي كان البناء متماسكا وكان قويا. لذلك من دعائم الإسلام هنالك خمس دعائم، وهذه الخمس لا تقوم الإسلام إلا بها، وأهمها وأعلاها وأجلها على الإطلاق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله ملازم لشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإتيان بهما معا وبكل ما يقتضيان. لا إله إلا الله فيه تقدير محذوف، أي لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، أو لا إله معبود بالحق إلا الله تبارك وتعالى، وهنالك آلهة كثر ولكنها كلها معبودة بغير حق، لذلك لا يملكون من حق الربوبية ولا من حق الألوهية شيء، لذلك هي باطلة وإن عبدها الناس وإن التجا إليه الناس وإن توسل الناس بها وإن طافوا حولها أو رجوه في الملمات والمدهلمات، إلا أنها باطلة لا يستحق العبودية ولا الربوبية بنوع من الأنواع ولا بحال من الأحوال. لذلك قال الله تبارك وتعالى مقررا أنه أرسل الرسل بهذه الكلمة العظيمة حتى يقرروه في نفوس الناس وفي قلوب العباد أن لا يعبد إلا الله. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والرسل صلوات الله وسلامهم عليه كلهم جاءوا بهذه الكلمة. قال ربنا تبارك
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك تحقيق هذه الكلمة في قلوب الناس هي الغاية، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى يعلم الناس أنه لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا يرجى إلا الله. عباد الله، هذا الحديث العظيم كثير من المسلمين يحفظه عن ظهر قلبه، ولكن القليل من فهم معنى هذا الحديث. لذلك تجد الناس يتخبطون يمنة ويسرى، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن هذه الكلمة ما لامست قلوبهم، بل في الشفاه وفي أطراف الأسنان، لأنه إذا قالت القلوب لا تجد الناس يلجؤون لغير الله تبارك وتعالى، ولا يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى، ولا يرجون الأموات والمقبورين. كثير من أبناء الإسلام ينتسبون إلى الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك يصدر منهم أفعال تنافي هذه الكلمة بالكلية في بلادنا وفي غير بلادنا من بلاد الإسلام الواسعة الشاسعة. في بعض الأحيان قد يكون بلادنا أفضل حالا من بعض، وقد يكون في بعض الأحيان بلادهم أفضل مننا في أشياء. الآن التعصب والانتماء والمجادلة والدفاع للأنداد المقبورين، لا لكلمة لا إله إلا الله، لا يعظمون النصوص، ولا يعظمون الوحي، ولا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ادعوا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم كما نسمع في كثير من المحافل أنهم أكثر الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا. لو أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كان امتثلوا أمره، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى، جاءنا بكلمة الحق كلمة الفصل. مضى من زمنه النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى تقرير هذه الكلمة في القلوب، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يصرف العبادة إلا الله. والعبادة كما تعلمون أيها الأحبة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ودحك الله براه، ما معه أي لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا طالع ولا قبر ولا شجر ولا حجر ولا وثن ولا أي حاجة. كل العبادات لا بد أن ينصرف لله تبارك وتعالى، فلا يصرف شيء من العبادات القلبية أو العبادات البدنية الحركية لغير الله تبارك وتعالى، مثل الخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل والرهبة والخشوع والخشية والطواف والصلاة وكثير من العبادات لا ينبغي إلا لواحد هو الله جل جلاله. ولكن للأسف الشديد ضاع الإسلام ما بين مطرقة الحب المزيف لدى القوم وبين أئمة الضلال الذين يعصرون للناس خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انكسر هيبة العلماء في نفوس العامة، فالناس لا يسمعون للعلماء، بل كل من هب ودب جعل نفسه مكان العلماء، وتجده ولا طالب علم يجادل بالباطل ليضحك به الحق، فهو ينفي ويثبت ويحرم ويحلل. وإن أتيته بنصوص قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نصوص راسخة كالجبال، تجد الواحد منهم يتأفف
ويتشدد ويرفض أن يقبل هدى النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل جلاله يقول: فلا وربك لا يؤمنون، وبعدين حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبعده ثم لا يجدون في صدورهم حرجا مما قضيت وبعده ثم يسلموا تسليما. إذا ده ما حصل جوا القلوب معناته الشغل لسه داير شغل تقيل. اليوم الناس انفلتت البوصلة والله، واختلت الحابل بالنابل. من الناس من تأتيه بالنصوص تقول له قال رسول الله، يقول لك أزول ده كلامكم أنتم، بعد ما تجيب له الإسناد والله ويرفض. هل هؤلاء القوم يتبعون النصوص أو يعظمونه؟ ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قليلا، عباد الله، ما لا يكادون يفقهون حديثا. عباد الله، إن إصلاح الأحوال والمعايش والرقي والتقدم والتحضر إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله. أما أن يأتي كل من هب ودب برأيه لكي يصلح أو ينظر فهذا أقرب إلى السفه. كيف نترك نصوص الوحي التي معلوم من الدين بالضرورة؟ الله جل جلاله قال في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والإيمان والتقوى من أهم ما يتسلح به الإنسان المسلم. كلما كان الإنسان مؤمنا كلما كان معظما لربه ولسنة نبيه، وكلما كان الإنسان تقيا كلما كان أبعد من ما يغضب الله تبارك وتعالى. لذلك عباد الله، إن أراد الناس الرفاهية ورغد العيش فما لهم إلا ملجأ واحد، أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى تضرعا وانكسارا وذلا لله تبارك وتعالى، أن يجنبنا الفتن وأن يصلح بلادنا وأن يصب علينا الخير صبا، وأن يمكن للدين الحق في الأرض حتى لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يرجى الأنداد ولا المقبورين. فإن ارتقى الناس بإيمانيات عالية نحو التصديق والإنقياد كان الفتح من الله تبارك وتعالى، وإن أبوا فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه،
اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته، احشرنا في زمرته، اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الشق الثاني من شهاده ان لا اله الا الله هو شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يقدم عليه قول أحد من البشر، وأن لا يبتدع في دينه ما ليس منه، وأن لا يبتدع في حقه ما لا يرضاه، وعدم رفع الصوت عنده حيا وميتا. هذه المقتضيات لا بد للإنسان المسلم أن يؤمن بها وأن يجعلها نصاب عينيه حتى يكون على الطريق المستقيم، الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الميامين، كانوا على طريق مستقيم فأوصلهم ذاك الطريق إلى رضوان الله. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى؟ قال أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون؟ كيف كسبوا الفلاح؟ وبماذا نالوه؟ نالوه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحببناه حبا حقيقيا ليس حبا مزيفا مدعى، كان صلاح الحال والأحوال. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لأنه الصادق المصدوق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين المنهاج وأوضح الطريق وأبان المحج والسبيل، ترك الأمة على مثل البيضاء لا يزيق عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه. فمن ابتغى العزة والقوة فعليه بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما معلوم لدينا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يرد ولا يكذب ولا يناقش ولا تأتي بأفكار، مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الصلاح والتقى لا تستطيع أن ترد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما عليك إلا الرضا والتسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله أكرمه وأرسله برسالة خالدة، يوحي الله له تبارك وتعالى كل ما يصلح العباد منذ أن بعثه الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة حتى ما نحن فيه الآن. من كل شيء تتخيله النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه لنا ووضحه لنا، ما بقي إلا أن يسير الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أبى الناس فلا يضر الله شيئا، الله جل جلاله لا ينفعه طاعة الطائعين ولا معصية العاصين، إنما الناس إذا أحسنوا اتبعوا النبي فهذا خيرا لهم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وكثير من الأشياء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجرنا عنه، ومع ذلك لنقترفه بل ونتسارع في أن نقع فيه، وما الأحداث وما القباب وما الأضرحة وما مخالفة الهدي النبي منكم ببعيد. كل الناس شايفين الحاصل، والنبي صلى الله عليه وسلم منع
والنبي صلى الله عليه وسلم منع أن لا يخرج على الحاكم، ومنع الناس ما يقوموا يثوروا ويجوروا لأنه فيه مفاسد، ومنع أن لا يبنى في القبور ولا يجسس ولا يقعد عليها ولا يتخذ السرج في القبور، ومع ذلك الناس يرتكبون ذلك. منع أن لا يعلق التمائم ومع الناس يعلق التمائم. منع أن لا يمشوا للرمالين والوداعين والمشايخ الكاذبين والناس يذهبون إليهم نعارا وجهارا ولا يجد من يردهم. بل إذا قلت للناس أن هذا لا يجوز في شريعة الله تبارك وتعالى نبذك الناس بألفاظ نابئة، بل قد يصل الأمر بهم إلى أن يقتلوه إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.